وام مجدي، اهلا بيكي، برحب بيكي في سيدة البلد. الف مبروك تكريمك عن مسلسل حالة خاصة ومسلسل كوبرا. كلميني عن احساسك بالتكريم وعن الكاركترز في المسلسلين. مبسوطة جدا لان التكريم على مسلسلين كل دور مختلف عن التاني تماما. ما كنتش متوقعة لا غرام هتنجح كده ولا عبيدة هتنجح كده، بس الحمد لله يعني حظي السنة دي كان حلو، فلا اكيد مبسوطة جدا. يعني معايير اختيار ادوارك بتكون ايه؟ ان انا ادوار تبقى شبه البنات عامة، وات ايفر في ايه، حتى لو في على فكرة في شر، بس وانتي بتتفرجي تحسي ان 80 70% انتي عارفة هي حاسة بايه او هتعمل ايه او كده، ده مهم اوي. وام لو هتعملي حد سيرة ذاتية لحد من نجوم الزمن الجميل، تحب تعملي كاركتر مين؟ انا قلت قبل كده بس انا مش يعني to be honest انا مش هعرف، يعني انا بحب قوي شويكار، بس هي اكبر بكتير من ان انا اعرف اعمل السيره الذاتيه بتاعتها، بس انا بحبها فاهمه، يعني مش هعمل كده صح.